البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. معكم رجاء من قناه رجوى شانيل، بنت من قنيطره بالنسبه للبنات الجداد. بغيت نقول لكم شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا للميساج ديالكم. دابا كنصور لكم في الجو زعما في الجو في الغربي، وحتى ل 8 دابا ولا مع شحال ديال الليل الوقت. فلا عجبتكم هذه الاضاءه ولا عجبتكم هذه البلايص غندير لكم فيها الوصفات، قولوها لي في لي كومونتير باش نبقاوش ديما نتوما غير في داك سميتو. فصافي، شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا للميساج ديالكم، شكرا لاي حاجه كتخليوها ليا. غادي ندوزو دابا وغادي ندير لكم واحد الوصفه اللي غزاله بزاف، والحمد لله ان وصفاتي ناجحه، وصفاتي كتبغيوها. لو كان كنت يعني وصفاتي ما زوينينش ولا كنكذب عليكم ولا شحال من حاجه، ما غاديش تبقاو متبعيني لحد الان. فشكرا لكم، شكرا للتفاعل ديالكم. دابا راه كنغوت وحدايا الفراج بحال في العروبيه. المهم هذا اش غادي نقول لكم اليوم البنات، وصفه اللي غزاله وغادي تعجب بزاف منكم، هي كيفاش نتهناو من الشعر ديال الجسم في مره. البنات اخواتاتي اجيراني. المهم الوصفه البنات خطيره، صار لي مده وانا كنتبعها وكنلاحظ فرق كبير. المهم غندوزو دابا نقول لكم المكونات، ازاله الشعر من العانه، المناطق الحساسه، اي بلاصه بغيتوها. غادي ندوزو وغادي نقول لكم المكونات اللي ساهلين وموجودين في اي دار. المهم انا كنهضر لكم بليكيد دابا، كنتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان لانني كنغوت المشكل ديال الصوت، ما عرفتش التليفون عندي يعني زوين وداكشي. المهم غندوز المكونات ديال الوصفه اللي مجربه بزاف واللي مجربه بزاف ديال البنات، ومعروفه هذه الوصفه ما عندها حتى شي اضرار، ولكن الا كانت البشره ديالك حساسه من الاحسن ما ديرياش. غادي نحتاجوا فقط باندوش اولا الجل اللي كنغسلوا به اليدين، اولا باندوش، من الاحسن يكون باندوش، سورتو الا كان شي باندوش زوين كيكون كيرهوي وكيرطب، يعني غادي يساعدنا كيكون رطب على البشره. ها نتوما هذا زوين ديجا كنت هضرت لكم عليه. غادي نحتاجوا الخل، من الاحسن داك الخل ديال ستار صراحه، ولكن انا كنستعمل هذا واحد الاخر بيض بزاف. غادي نحتاجوا الخل هكا بيض طبيعي، وغادي نحتاجوا الملحه، الملحه تكون كميه كبيره. انا درت الوصفه البارح، راه البنات كنكون تندير شي حاجه تا كندوز حتى نفكر تنقول يا نسيت ما صورتهاش اليوم، هذه راه طالبني منها البنات. المهم الملحه غادي نشدو، انا غادي نوريكم الطريقه. غادي نديرو المليحه، طريقه سهله جدا، وغنديرو كميه ديال الخل، الملحه البنات والخل بجوجهم كيمنعوا ظهور الشعر شويه بشويه حتى ما كيبقاش وما عنده حتى شي تاثير. علاش كنديروها البنات سميتو؟ باش كنستغناو على الصابون وكتجينا رطيط بالدعوه الدعوه. شنو كنديرو؟ وكنزيدو ميها باش كنرغويو غير شويه، كنخلطو حتى كتولي عندنا رغبه. نقوي الملح، الملح يساعد باش الشعر ما ينوضش داغي وكينوض على مده طويله. صافي ها نتوما الريحه ديال الخل مجهده. شنو كنديرو؟ اي بلاصه عندكم يا البنات، يعني قبل ما تحكي ديري هاد يعني رازي عاد غديري هاد الوصفه البنات. عرفتوا علاش؟ لان كي حكيتي ودرتي هاد الوصفه غادي تدخل لكم، يكون المسام يعني غتدخل لكم مع المسامات ديال اليدين ديالكم ولا ديال المنطقه الحساسه ولا ديال اي حاجه، وغادي تحرقكم. فهمتوا؟ من الاحسن حتى ديروا الوصفه وعندكم ديروا غوماج ولا شي حاجه. المهم ديروا هاد الوصفه، تديروا بها تحيدوا بها الشعر اللي بغيتوا في اي منطقه تحت الابطين هذه، اي حاجه الى الوجه عندكم البنات ديروا الوجه. فكنشدوا من الوصفه كنديروا منها، كنشدو الماكينه ديال سميتو اللي كيدير لاصال. المهم هاد الفيديو غير البنات اللي كيديروا هادي كيديروا ماكينه الحصانه. انا مولفه كندير جيلات اللي عند هذوك الايبه الخضيضره كدير بصدرها، ما لقيتهاش فكندير باني بهادي، فكنشدو وكنبقاو نحيدو عادي جدا. او ثاني من اللي كيتسالى لينا كنديرو وكنبداو نحيدو، وغادي تلاحظوا البنات الفرق من اول استعمال، يعني الشعر ما غاديش ينول لكم داغي، غادي يتعطل اسبوعين حتى ثلاث اسابيع. زوينه يا البنات هذه الوصفه، غير جربوها وردوا عليا. صافي كنبقاو غادي هكا، كنبقاو غادي هكايا، يعني اي منطقه بغينا نحيدوا منها الشعر في اي بلاصه يعني امنه البنات هذه الوصفه. وخا تشوفوا الخل، الخل اصلا شي حاجه مطهره ماشي شي حاجه اللي خايبه، فكنبقاو نحيدوا بها الشعر اي منطقه بغيناها، الابطين، اي حاجه، وكنبقاو نداوموها نستعملوها ديما فيما بغيو نحيدوا سميتو الشعر ديالنا. وغادي تلاحظوا البنات بلي الشعر ما كيطول ما كينوضش داغي، فمع المده مع المده ما كيبقاش. انا لحد الان لقيت عليها استحسان وعجبتني بزاف، فقلت نشاركها معكم. زوينه ومعروفه البنات الخل والملح، معروف انه تينقص من النمو ديال الشعر. جربوها وردوا عليا، جربوها اول مره وردوا عليا.
من موراها كناخذوا البنات كاس من كنكونوا صافي شللنا وداكشي، كناخذوا بحال دابا نص كاس كنديروا فيه نص كميه ديال الخل ياكو، وكنشلوا به تنغسلوا به ديك البلاصه، تنغسلوا به ديك البلاصه صافي، كنخليوه شويه في الدوش تحت الدوش، على ما هكا نكونوا دايرين شي ماسك ولا غنديروا شي ماسك لوجهنا، غادي نلقاو رجيلاتنا ولا اي حاجه، غنخليه واحد ربع ساعه 10 دقائق شحال ما بغيتو، وكنعاود نديروا باندوش ونخرجوا في حالاتنا. غادي تجربوها البنات وغادي تعجبكم هاد الطريقه، ضروري تكملوا كاع هادشي راه عليها كنقول لكم تفرجوا في الفيديو كامل، راه ملي ما كتفرجوش في الفيديو كامل تتقاو تسولوني تتعصبوني، تفرجوا في الفيديو كامل لان الوصفات كما كنقول لكم راه ماشي فلوغ غادي تدوزي وغادي راه خصك اون ديتاي، الا قلتي غير شي حاجه راه ما كتصدقش لكم الوصفه. صافي هاد الطريقه الاخرى البنات، الخل زائد الماء في الاخر ونشلو به البلاصه اللي حيدنا منها الشعر ديالنا، فهي هي اللي كتزيد على هادشي، يعني هي شي حاجه ضروريه هادشي البنات. هاد الوصفه اللي درت لكم اللي فيها ثلاثه ديال المكونات واللي كاينه في الدار ما غتجيبيش حتى شي حاجه من هذا، راه بديل الليزر يعني بحال الليزر، يعني تتبقى مده عاد كتنض لكم الشعر، وحتى مع المداومه ما كيبقاش ينوض في خطره، فصافي عادي كترازي عادي في كل دوش تبقاي تبقيها شحال فوق تما كنتي غادي تحيدي الشعر الجسم من اي منطقه بغيتيها، ديري هاد الوصفه وتبقيها ما تعكزيش عليها، راه ماشي شي حاجه. هذاك الماء اللي غادي ديري فيه الرغوه دوزي به الجيلات ديالك، غتزيدي عليه الخل مليحه وصافي انت نتي نايضه. فالبنات كنقول لكم تبعوا هاد الوصفه، وكالعاده ترجعوا عندي للتعاليق وتقولوا لي فوالا رجاء راه درنا الوصفه وعجبتنا وطن طن طن، ديك الهضره كامله ديروها في الانستغرام، بعدا كيعجبني ملي كتمشيو للانستغرام وتتصيفطوا لي تصاور وكتقولوا لي رجاء فوالا راه حنا درنا الوصفه وداكشي. المهم سهله جدا، فتبعوا هادشي كامل وما ديوش على ظفاري انت ظفر طائر ظفر هذا، ولكم الله ما خارجه بيه راه في الدار، حيت انا ديما تنقول لكم باللي شوشو تنديروا هكا تجاي تبان، ديما كنقول لكم البنات عجباني عجبوني عجباني، قلت لكم البنات ديما كنقول لكم فيما تبغيو ما عرفتش تلفت. المهم شفتوا البنات المراحل، شفتوا كل شيء سهله ماهله، تكوني جالسه مالك ما بك غادي تدوشي كتشدي داكشي، الا بغيتي صراحه كاين البنات يعني قبل ما تدخلي تدوشي وداكشي تقدري ديريها هكا هي تكوني جالسه بلا ما تعري وداكشي بلا ما تخوي داك زعما ديريها وانت جالسه مالك ما بيك، ديريها غير يديك ما كنتيش غادي تدوشي ديريها غير يديك غير رجليك، بعدا بالك انت خارجه مزروبه ما غاديش تدوشي شحال بامكانك ديريها، ماشي بالضروره يعني حتى تكوني في الدوش ولا هذه. المهم الحاجه اللي كنأكد عليها اخواتاتي هي انكم فيما تبغيو تدوشوا، سيغتو البنات اللي كيدوشوا جوج مرات في السيمانه وكيرازيو راه غادي تصلح لكم بزاف بزاف، لانها تتمنع الشعر وكتهناو من الشعر واحد المده طويله. فروج غايب شي بيت الله اكبر، عرجع لكم لسالي الاذان كوكو. ها هو الاذان سالا، غنشير لواحد النقطه بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على المناطق الحساسه، راه ما عندها ما دير ليكم، ولكن اللي البشره ديالها حساسه فكنصحها نهائيا ما ديرش هاد الوصفه، لانها تقدر دير ليها شي حاجه تجربها لشي بلاصه ما دارت لها شي حاجه للغد ديرها عادي، ولكن اللي البشره ديالها حساسه راها ما تصلحش ليها، لان اصلا البشره الحساسه البنات راه بزاف لان خصها واحد الرعايه، خصها شي وصفات بوحديتها، خصها فهمتوا بزاف ديال البنات كيعانيو من عتي دابا كنشم هذيك الريحه ديال بندوش، فواحد بندوش واعر. قلت لكم البنات تجر البشره الحساسه راه فشكال، فيما تشوفي شي وصفه حتى تاكدي من لي زانغريديون اللي فيها وعاد وتجربي على شي بلاصه وتسناي، ماشي زعما ديك الساعه تجربي وتقولي واو ما دارت ليا والو، لا خاصك تسناي حتى للغد، حيت اي مشكل ديال شي وصفه تيبان حتى للغد، فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ فبالنسبه للمنطقه الحساسه امنه جدا، وبزاف ديال الناس استعملوها وبزاف ديال الناس يعني كلشي بزاف ديال الناس هضروا عليها، ما كاين حتى شي تاثير، وهاد الوصفه تتلقى زعما معروفه زوينه، ماشي زعما شي حاجه اللي يعني انا جربتها وعجبتني بزاف بزاف بزاف، وبغيتكم اخواتي تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. فصافي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، وكيف ديما كنقول لكم اي حاجه راه ما كتنساو اي وصفه بغيتوني نديرها لكم، يكفي انكم كل وحده فيكم كتكتب الوصفات كتهبطوا كتبداو تقراو التعاليق، اي وصفه عجباتكم فكره ديال شي فيديو عجباتكم غديروا عليها جيم بزاف جيم بزاف، فانا غنشوف عليها جيم بزاف غادي نديرها لكم. الا بغيتوا عاوتاني مكياج ديال العراسات، بغيتوا عاوتاني ندير لكم مكياج ديال كل نهار، فروج فروج مع المش، بغيتو ندير لكم مكياج ديال كل نهار، بغيت نوريكم كيفاش كنرسم اي حاجه البنات بغيتوها قولوها ليا، وكنأكد على هاد القضيه اي حاجه
فكره عندكم فهبطوا لي كومونتير. انا ماشي مسخه ولا هضره كثير الشابوت اي قلت لي هبطوا لي كومونتير قولوا لي هضرت بزاف مو انا كنبغي نجمع معاكم البنات اللي كيبقاو يقولوا لي فكره هضر بزاف ما كتبغيش ما نهضرش في القاهره خاطرك والله خلينا اختي نهضر على قلبي خليني نهضر اللي حيتاش اللي ما كتبغينيش واللي طالع على فراسه ما كتحملنيش ما كتبغيش تسمع هضراتي بزاف. اما خواتي اللي كيبغيوني وحبالاتي وكيكات ديالي فبقى نهضر حتى الصباح ما تنطلعش لكم فراسكم ياكو الا ما تهضريش اختي غنهضر. عرفتي بنت ديك السلسله اللي كانت دارت العام اللي فات اش كيقولوا لها المهم قبلوا على اذا الحال بدا كيظلم كانت دارتها شكون هي حنان الفضيلي الزهره الزهره اللي تبت. المهم غادي نقول لكم البنات بسلامه والى وصلت هذا الفيديو لبزاف ديال اللايكات راه كما كنقول لكم دماغي عامر بالوصفات اللي كنت كنجرب قبل ما نبدا يوتيوب فديروا بزاف ديال لي جيم مع تفرجي جيم جيم تنوصل يوصل 1000 ملي كيوصل 1000 البنات كنفرح بزاف كيطلع الناس كيشوفوا واحد اخرين القناه كتكبر بيزو لكم ما تنساوش اللايكات واللي ما كتكونش مفعله الجرس اللي حدا صابوني ضروري يا البنات تفعليه ضروري باش يوصلك اي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو سي ما وصلكش فانا كنحط فيديوهات مع 8 ونص 8 7 المهم من